لمواجهة طلائع الجيش إن شاء الله بعد 3 ساعات إلا شوية من دلوقتي. شريف مساء الخير، ونطمن منك على أخبار فرقتنا النهاردة في السويس. مساء الخير زميلي احمد، تحياتي لك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان من فندق اقامه النادي الاهلي بمحافظه السويس. يا رب باذن الله يكون التوفيق والفوز من نصيب النادي الاهلي في 9 مساء على استاد الجيش بالسويس، ومباراه طلائع الجيش والاهلي. يا رب باذن الله توفيقكم معانا باذن الله باذن الله باذن الله، ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. اعرف منك كده من يعني رحله الفريق من القاهره السويس من امبارح لغايه النهارده، ازاي كان اليوم بتاع الفرقه، استعدادها وتحضيراتها لمواجهه طلائع الجيش النهارده؟ طمني كمان على نجومنا ونعرف اخر اخبار او اخر تطورات، وخصوصا فيما يخص كمان اللعيبه اللي يمكن كانت بعيده في الفتره الاخيره. اعرف منك كمان اخر التطورات بالنسبه لمحمد شريف. خليني اقول لك زميلي احمد ان تمرين الاهلي التمرين الوحيد قبل لقاء اليوم كان تمرين واحد بالامس، وبعد التمرين سافر الفريق مباشره الى محافظه السويس للدخول في معسكر في احد الفنادق في السويس. يوم النادي الاهلي بدا صباحا في 11 صباحا طبعا مع وجبه الفطار. المحاضره الفنيه لسه منتهيه منذ قليل اللي اعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض بلقاء طلائع الجيش اليوم. يا رب باذن الله يكون التوفيق مع نجوم النادي الاهلي. حاله التركيز الشديد بين على وجوه لاعبي النادي الاهلي من الامس في المران الوحيد، اتكلم معاهم مستر بيتسو موسيماني ومدير الكره بالامس الكابتن اسد عبد الحفيظ مع اللاعبين، وطلب اللاعبين باحراز هدف مبكر زي ما بتقول زميلي احمد منذ قليل في بدايه المباراه عشان يسهل اللقاء على لاعبي النادي الاهلي. طلب احراز هدف مبكر، وطلب باذن الله كمان بعد احراز هدف مبكر محاوله احراز هدف ثاني لقتل المباراه، محاوله الحصول يعني عشان يسهلوا المباراه عليهم ويحصلوا على 3 نقاط غاليين في مشوار الحفاظ على لقب الدوري، اللقب المحبوب لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن الفريق هيتحرك بعد اقل من ساعه الى ملعب المباراه، يمكن الملعب يبعد حوالي 25 دقيقه عن فندق الاقامه من خلف الباص اللي هيستقله لاعبي النادي الاهلي بعد اقل من ساعه. والنادي الاهلي معودنا بعد ازمه كورونا طبعا في باصين، باص للجهاز الفني وباص للاعبي النادي الاهلي. هنا حاله تركيز شديده جدا مع لاعبي النادي الاهلي، حتى كمان بعد المحاضره كل خارج مركز وما بيفكرش غير في مباراة طلائع الجيش. يا رب بس التوفيق النهارده يكون معانا ونفوز على فريق طلائع الجيش. مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ شدد على اللاعبين بعدم النظر الى اي فريق اخر غير او عدم التفكير اخر يعني في اي موضوع غير مباراة الاهلي وطلائع الجيش، عدم النظر الى اي منافس، التركيز فقط في مباراة النادي الاهلي، التركيز في ال4 مباريات وبالتبعيه لقاء النادي الاهلي اللي هيبدا بعد قليل، التركيز فقط في هذا اللقاء ومحاوله الحصول طبعا على ال3 نقاط. دي كانت الاجواء هنا داخل محافظه السويس. يا رب بس النهارده يكون توفيق معانا زميلي احمد، باذن الله هنفوز اليوم على فريق طلائع الجيش ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان من السويس ومن داخل مقر اقامه فرقه النادي الاهلي، كل التوفيق لرجالتنا. ما عنديش شك يعني